استاذ امراض القلب جامعه القاهره. اهلا وسهلا بك يا دكتور. دكتور كنا عايزين نعرف ايه اثار ارتفاع ضغط الدم على الاوعيه الدمويه والقلب وازاي نتفادى موضوع زي ده وعليه. طبعا مشكله ارتفاع ضغط الدم ان هو مرض صمت، واول اعراض تظهر بمضاعفات، وبالتالي هو محتاجين يبقى عندنا كلنا توعيه ان الانسان بشكل منتظم زي ما لازم يقيس وزنه ويشوف السكر في الدم، كمان يقيس الضغط بتاعه في العيادات المتخصصه او في العيادات الخارجيه في المستشفيات المختلفه. ليه؟ عشان نقدر ان احنا نعرف ان ضغطنا بدري انه عالي، لان وانس انا عرفت بقى في اجراءات كتير قوي بناخدها عشان نتاكد ان الضغط عالي. واحد هو القياس الصحيح لضغط الدم بجهاز يكون فاليديتد، وكمان بطريقه صح، لان المشكله احنا كتير قوي كمان بنعاني من الناس بيشخصوا عندهم ارتفاع في ضغط الدم وهو مش حقيقه مش عالي. دي اول خطوه. تاني خطوه، عرفنا عندنا ارتفاع في ضغط الدم يبقى ناخد محاذير كتير قوي قبل ما نبدا دواء. نحن نعتمد على النظام الغذائي والرياضة، ونحن نحسن من الكفاءة بتاعتنا في الحياة اليومية. إذا فشلنا عن طريق الحاجات الغير دوائية نحن يحصل ضبط ارتفاع ضغط الدم، ساعتها نلجأ للعلاج الدوائي. في بقى عندنا معايير كتيرة ونحن نبدأ كم دواء وإزاي، المتابعة مهمة جدا في الأحوال زي كده. ليه؟ لأن تأثيرها على القلب بعد كده ارتفاع ضغط الدم مع عوامل أخرى زي التدخين أو السكر أو السمنه المفرطه يؤدي الى قصور في الشريان التاجي ومشاكل في السكته الدماغيه او مشاكل في الكلى. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور وشرفتنا. ميرسي، شكرا ليكم، كل سنه وانتم طيبين.